اسمك ايه؟ بكره محمود. زوجك اسمه ايه؟ حمد عبد الحليم. احنا 60 جار. طيب تمام، بتاخدي فلوس من الشؤون الاجتماعيه؟ ايوه. كام؟ يعني 420. تمام. كملي. بدفعهم لبنك التفاهيم. اللي جمعية خاصة دي تاخد منها فلوس؟ واخدة منها فلوس، ترى بحط عليها 150 فلوس. عملت بيها الفلوس اللي جبتها من الجمعية؟ يعني عملت بيها، جبتها مصاريف للعيال. اه وي تاني؟ والبيت. البنت والبيت دوت. ايوه. البيت ده انت لسه ما شطبتها، كنت لسه بتكملي فيه على كده، لسه بيكمل يعني ما خلصتش. ما خلصتوش. تمام، عندك عيال في المدارس، بنتك الكبيرة ديت؟ ايوه، أول اعدادي. أول اعدادي ديت؟ ايوه. ومخطوبة على حد علمي؟ ايوه. تمام، والعيال دي بيجروا في مدرسة؟ ايوه، دي سنة خامسة. وعندك واحد متسرب من التعليم؟ ودي راح طلعت، راحت في أولى ابتدائي. أبوك مشغل إيه؟ يعني أرزاقي. أرزاقي. أيوه. يعني يوم يستريح ويوم لا؟ يوم تعرف وعشرة نام. طب أنتوا عايزين إيه أنتوا بالظبط؟ يعني أنتوا محتاجين؟ نعمل البيت عشان هتنطر علينا النظرة. ما تقدروش؟ طب أنتوا لو ما حدش عمل لكم البيت هتعمل إيه؟ حب خص يعني أو ثباتة؟ طب إن الثباتة تقع علينا. ربنا متجع عليكم والبرد والكلام دوت، يعني انت محتاجه انك تعقدي البيت بس. بس البيت بس، والحمام ده العيله ده. ماله الحمام؟ الحمام ما بنيش وقع، ما بنيش. وقع مش مبني. ايوه. ده على كده الحمام والحنفيه بتاعته. حاجه غير ادميه بالمره. ودي اوضه لسه بتكمل في البيت، هو اهل الخير بيكملوا في البيت. ايوه. عايزه حاجه ثانيه غير سقف البيت يا حاجه دوت؟ لا، ما عايزه، غريب ان باب وشباك باب وشباك وسقف البيت. سقف البيت بقى.